بالون جوكر، ما الذي ينويه؟ هيا فلنفجره قبل أن يحدث ضررا. إنه بالون ماء. أخبرني ما الوضع في الكهف الآن. سيدي نحن نغرق. إذا نفذوا خطة الإخلاء الطارئة بسرعة. خطة الإخلاء الطارئة، فليخرج الجميع. هل سمعتم ما قاله؟ فلنتحرك. وأبقي لوحة باك كمبيوتر جافة أيضا. ها هي معي. جافة جافة، سنبقيها جافة. فكر مو فكر. أهلا، لحظة، لقد وجدتها. أوه، يبدو هذا غريبا. هيا بات ويلز. إلى أين نذهب الآن؟ لا، ما الذي فاتني؟ ما الذي فاتني؟ لقد غمرت المياه الكهف كله، لكن تم نقل المركبات كلها إلى هنا. وأين نحن الآن؟ في مرآة سيارات وسط شركة وين. والآن أين بات كمبيوتر؟ مرحبا باتمان، كيف أساعدك؟ كان هذا ما فكرت فيه. سأستخدم جسم مو إلى حين الانتهاء من التصليحات. لكنه سيكون مزدحماً. حسناً، على الأقل أنتما بخير. سأستقل بات موبيل لأتعاقب جوكر، لأن الماء يغمر الكهف. سوف تبقون هنا لبعض الوقت. إن المكان مختلف، لكن حاولوا التأقلم. حاضر قائد. تقنياً هو ليس قائداً، بل يكافح الجريمة. أقصد قائد مكافحة الجريمة. عجباً، انظروا إلى المكان. إنه بارد جداً. الإشارات وكل هذه المواقف ضيقة جداً أيضاً. المكان صغير جداً هنا. كيف سنتمرن هنا؟ مستحيل أن أقوم بحركاتي. أنا لا أستطيع أن أقلع وأحوم. أو وكأنني محتجزة. أنا لا أشعر وكأنني في منزلي. يا جماعة، رجاءً، أعرف أنه مكان غريب وجديد، لكن إلى حين يجف الكهف بالكامل ويعرف باتمان ما الذي يجري، هذا منزلنا. لقد اكتشفت أن بالون جوكر قادم من ميناء غوثام. تقصدين نحن اكتشفنا؟ حسناً. وجدتك. أوه لا، لم تفعل. ها؟ تشغيل قارب بات. أضعته. إذا ألقى جوكر بعضاً من هذه البالونات على غوثام، ستغمرها المياه.